ميري كريسماس. وحكاية حلوة عنه. كل سنة وانتم طيبين. احنا فاكرينك من سنة فاتت كنت هنا. هدايا جديدة مفيدة وحكاية حلوة. لسه معايا بتقول زي توت توت. شو الحكاية؟ فكرني ببابا يسوع. ميري كريسماس، هابي نيو يير. يلا عودوا عودوا عودوا. ازيكم يا ولاد؟ وحشني قوي، بشوفكم من السنة للسنة، بس انا مبسوط النهاردة اكتر عشان انا يا مايكل. عرفني عليها يا مايكل. مدرستنا الجميلة دي يا بابا نويل هي مدرسة ماري موروس الخاصة بالزيتون. الحقيقة المدرسة دي تاريخها جميل قوي وقديم كمان قوي، كانت معروف باسم كلية ماري موروس بالزيتون، وكمان قبلها يمكن كانت اسمها مدرسة الفرير. دلوقتي هي مدرسة ماري موروس الخاصة بالزيتون زي ما قلنا. اللي عايزين نقوله كمان ان هي كانت يعني كان صاحبها هو صاحب المدرسة او مؤجر المدرسة، لكن اللي حصل بعد كده ان قداسة البابا تواضروس الثاني قام بشرائها الجزء الاكبر منها يعني، فهي كمان تعتبر تابعة للديوان البطريركي وهو الرئيس الاعلى ليها هو قداسة البابا طبعا تواضروس الثاني. بركة كبيرة طبعا، بركة كبيرة. كمان المدرسة بتعتبر طبعا هي خاضعة للإدارة التعليمية بالزيتون، وهي انا عايز بقول لك ان احنا عندنا النهارده وسام، والوسام ده يقول ان هي حاصلة على افضل مدرسة لإدارة سنة 2017-2018. وطبعا الحقيقة عايز اشكر جدا كل القائمين على إدارة المدرسة عشان رحبوا بينا جدا بابا نويل وفرحوا بينا، والحقيقة احنا كمان فرحانين قوي بكل ولادهم. وطبعا على رأسهم إدارة استاذ عطية شنودة الشهير باسم استاذ كرم، بشكره جدا. والاستاذ ميخائيل لينا طبعا، والاستاذ ميخائيل قابلني بره، حد محترم جدا. صحيح صحيح يا بابا نويل. الحقيقة يعني النهارده اجواء مختلفة وجميلة، ومبسوطين قوي بكل اصحابنا اللي نتعرف عليهم النهارده، وهنلعب معاهم كتير وهنتسابق معاهم وهنسمعهم قصة من بابا نويل. عندنا ايه النهارده يا بابا نويل؟ عندنا حاجات كتير. بابا نويل جايب معاه هدايا، وجايب معاه العاب، وجايب معاه الجرس. الجرس ده مهم. وجايب معايا حواديت. تحبوا تسمعوا حدوته مني؟ عشان ما نضيعش وقت اللعب والمسابقات هقول لكم على حدوته صغنونه خالص بس حلوه خالص. حدوتتنا النهارده عن بنوته صغيره عندها مثلا 7 سنين اسمها سالي. البنت دي كانت عايشة في قرية في بيت بسيط وسط أسرة بسيطة خالص وفقرة وغلابة خالص، لدرجة يا مايكل كان سقف بيتهم معمول من الصاج كده، كانوا يعني دخلهم منعدم كده، مفيش فلوس كتير، لدرجة إن كانوا بياكلوا في اليوم وجبة واحدة بس. فنتيجة للحالة الصعبة دي كمان سالي اضطرت تقعد من المدرسة توفيراً للنفقات، يعني عشان ما تصرفش بقى فلوس عشان المدرسة والكتب والكراريس، فقعدت في البيت علشان توفر، مع إنها كانت بنت ذكية جداً وشاطرة جداً. كانت عشان تاكل كويس ممكن الوجبة دي ما تكفيهاش يا مايك، كانت تخرج يا عيني تتمشى كده مسافات بعيدة في القرية يمكن تلاقي حاجة تاكلها. في يوم زارهم جارهم. حلوة، زارهم جارهم. جارهم جارهم ده يا ولاد كان مدير مركز كده عملوه في القرية لممارسة الألعاب اللي بتنشط الذكاء والذاكرة، زي الشطرنج والفيديو جيمز والطاولة والألعاب، ألعاب الذكاء. فجارهم ده كان عارف ان سالي قعدت من المدرسة، وهو لما قعد اتكلم معاها شوية عرف قد ايه هي بنوتة ذكية خالص. قال لها ايه رأيك يا سالي لو تيجي عندي المركز تلعبي مع الولاد، في مجموعة من الولاد والبنات هناك بيمارسوا الألعاب الجميلة دي اللي بتنمي ذكائهم، وتقعدي معانا، وبعدين احنا لما بنطول شوية في المركز نلعب وقت كتير بيبقى فيه وجبة، ولو طولنا أكتر بيبقى فيه كمان وجبتين، وهو تمارسي نشاط معانا. سالي فكرت كده،
وقالت له طب عايزة أسأل حضرتك سؤال. قال لها اتفضلي. قالت له إيه أكتر لعبة بتاخد وقت كتير في لعبها؟ قال لها الشطرنج. الشطرنج إحنا ممكن نلعب جيم شطرنج أو مباراة شطرنج تقعد يوم بحال، فالشطرنج بياخد وقت. قالت له بس أنا هاجي ألعب شطرنج في المركز عندكم. عارفين يا أولاد هي ليه اختارت الشطرنج؟ اختارت الشطرنج لأنها عارفة إنها لما تقعد تلعب في مباراة وقت كبير بدل ما هتاخد وجبة هتاخد كام؟ وجبتين. قالت أكل أنا وجبة وأروح وجبة للبيت عندنا لأسرتي ياكلوها. بالفعل خدت بعضها ابتداء من تاني يوم وابتدت تروح المركز ده تلعب شطرنج. الغريب إنه في خلال شهور قليلة أظهرت ذكاء غير عادي في لعبة الشطرنج، وبعد مرور سنة واحدة يا مايكل بقيت بتغلب كل الولاد والبنات اللي موجودين في المركز. أقول لكم على حاجة كمان، وهي عندها 11 سنة كانت بتهزم المدرب بتاعها في الشطرنج. المدرب بتاعها لأنه كان مؤمن بذكائها وبموهبتها في اللعبة ابتدى يدربها أكتر وخلاها تشترك في مسابقات كتير قوي على مستوى البلد كلها وأحيانا على مستوى دولي، وكسبت مسابقات دولية كتيرة قوي وكانوا حتى بيسموها ملكة الشطرنج. هي ممكن تكون ابتدت اللعبة علشان الأكل صح، إنما لما اكتشفت إنها ممكن تنجح في اللعبة دي اجتهدت واتدربت لحد ما وصلت لمستوى عالمي في اللعبة دي كان بيشرفها وبيشرف أهلها وبلدها. إحنا كمان لازم نتعلم كده، إننا أولاً نبقى راضيين على الحال اللي إحنا فيه، ما نتزمرش ما نزعلش. تاني حاجة لما يبقى عندنا هدف ما نقفش قصاده كده ونقول ياه ده صعب قوي. في مثل بيقول مشوار الألف ميل يبتدي دايماً بخطوة. تيجي نقوله مع بعض، مشوار الألف ميل بيبتدي بخطوة. ده اللي عملته سالي، فياريت كلنا نتعلم من التجربة اللي عاشتها سالي لحد ما بقيت حاجة عظيمة خالص الكل بيفتخر بيها وبيشاور عليها. ايه رأيكم في الحدوتة يا أولاد؟ ايه رايك يا انكل مايك؟ حاجه جميله قوي يا بابا نويل الحقيقه، حلوه قوي فكره ان احنا يبقى عندنا حاجه صغيره نقعد نكبر فيها زي المواهب والحاجات الجميله اللي عندنا، لما نكبرها تكبر قوي معانا حتى لو كنا مش شاطرين فيها، لكن ممكن بالممارسه وان احنا والتدريب. نتعلم ونتدرب زي بابا نويل بيقول نبقى زي سالي ونبقى متفوقين، نبقى طبعًا من الاوائل كمان مش بس على الجمهوريه ممكن على العالم كمان. طبعا طبعا بابا نويل انا مبسوط قوي بالاجواء الجميله اللي احنا مع اصحابنا فيها دي، فرحان قوي بيكم. مين فرحان؟ انا اكتر واحد فرحان خالص، عايزين كل اصحابنا يبقوا فرحانين عشان احنا كمان فرحانين بيهم قوي ومبسوطين قوي ان احنا النهارده موجودين معاكم في المدرسه، وعشان كده عايزين نلعب العاب كتير وعايزين كمان نتسابق مسابقات كتير. عايز اقول لاصحابي بسرعه ايه المسابقه بتاعتنا، عايزين نشرحها عشان كل اصحابنا يبقوا عارفينها. اسماءكم كلكم موجوده في البلوره بتاعت بابا نويل. هنا عند بابا نويل في البلوره الجميله بتاعته دي اسماء كل اصحابنا الموجودين وقاعدين معانا النهارده في اللوكيشن الجميل المختلف ده اللي جوه مدرسه ماري مرقص الخاصه بالزيتون زي ما قلنا. ودلوقتي الاسماء دي كلها هيطلع لنا بابا نويل اسم عشان يتسابق معانا. مسابقتنا عباره عن 12 مجموعه اسئله، تمام؟ وكل مجموعه مليانه اسئله، فيها كام سؤال كل مجموعه؟ خمسه. فيها خمس اسئله، وكل سؤال بيسالوه واحد من صحابنا طبعا، زي السمكه والارنب والقرد والزرافه، واخر سؤال الاسد. اخر سؤال في المجموعه اللي بيجاوب عليه طبعا بيكسب هديه من بابا نويل. ها هي الهدايا كتير. بابا نويل مستعد النهارده يبسطنا ويدينا كلنا هدايا، لكن اهم حاجه نكسب مع بعض في المسابقات وكمان في الالعاب اللي هنلعبها مع بعض معاكم. يلا نبتدي مسابقتنا بابا نويل، نختار اول اسم النهارده يتسابق معانا ويقعد على كرسي. نقلب السكر ونطلع سكراية من البنورة. أول سكراية هتتسابق معانا كرمينة صابر. كرمينة فين كرمينة؟ سقفوا لها شجعوها. شجعها، برافو عليك وشطار. كرمينة طبعا زي ما بنقول لكل أصحابنا هنتكلم في المايك، كلامنا كله يبقى في المايك،
وعرفينا بنفسك بقى، انت في سنه كام وعندك كام سنه مينا؟ وعندي 10 سنين واربع شهور وسنه 5 ابتدائي. كم يوم؟ دقيقه كرمينا يا بابا جد. عشان كده هتكسب، ايه رايك بقى؟ كرمينا هتكسب. يلا اختاري مجموعه من انكل مايكل والهديه بتاعتك جاهزه معايا. ازيك يا كرمينا؟ احنا مبسوطين بيكي قوي، انت كمان مبسوطه بينا؟ احنا فرحين قوي ان احنا معاكم النهارده، وابتسامتك جميله، وكمان اللي عامله شعرك دي الحصان جمال قوي. لا مش دي الحصان، دول زعرورتين صح يا بابا بانويل؟ لا دول ديفيرتين. ديفيرتين او ديفيرتين ضفاير. همش انا قوي في الحاجات دي بس هم ديفيرتين. يعني انت عندك الشعر ده كله ما بتفهمش؟ انا ما عملتش انا ضفاير قبل. طيب انت اللي عاملاهم لنفسك ولا حد عاملهم لك يا كده؟ لا ماما، ماما اللي عاملاهم لك. اكيد. طيب قولي لها ميرسي يا ماما. ميرسي. طيب يلا يا كرمينا، عندنا مسابقه كتير كبيره قوي وطويله قوي، مليانه مجموعات اسئله كتير. عندنا 12 مجموعه اسئله صح يا كرمينا؟ وكل مجموعه مليانه اسئله كتير خالص. فيها كام سؤال كل مجموعه؟ قلنا خمسة. برافو عليك. انا شوف هنختار الاول رقم المجموعه من 1 ل 12، تختاري كام؟ 3. 3. اخترنا المجموعه الثالثه مع كرمينا اللي مليانه اسئله، فيها كام سؤال؟ قلنا 5. ويلا نشوف المجموعه الثالثه باول سؤال نبتدي بيه مع السمكه. نسمع ونشوف. ثانية. اسم صوت الضفدع. الضفدع. الضفدع ها؟ صوته ايه؟ صوته نعيق ولا نقيق ولا نعيب؟ نعيب. نفكر كويس. اسماء والاصوات. نعيق ولا نقيق ولا نعيب؟ الضفدع. نقيق. 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 عشان هو مش نعيق، انت عارف النعيق شكله ولا نعيب، لكن نقيق. اجابه مظبوطه. تعال تفوز على بولا كده. شاطره خالص يا كرمينا، برافو عليكي. الشطاره دي حلوه خالص، وبدايتنا بدايه حلوه، ممكن تبقى صعبه شويه السؤال ده، لكن قالت لنا نقيق عشان اللي مش عارف المعلومه عارفها دلوقتي من كرمينا. سؤالنا الثاني بيساله لنا الصغير قوي اسمه الارنب صح؟ يلا نشوف نسمع الارنب هيقول لك ايه يا كرمينا. حد يعرف يا صحابي السنة الميلادية فيها كم شهر؟ 11 شهر؟ ولا 12 شهر؟ ولا 13 شهر؟ مش مصدقة نفسك، كان سهل قوي. 12. 12 شهر، السنة الميلادية 12 شهر، طب قوليهم لي بقى عشان يبقى السؤال صعب شوية. يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، ويوليا، واغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. إجابة صح، تعالى سام جامد قوي. برافو. حلو خالص. ممكن يكون في اسئله سهله في النص، لكن في اسئله كمان صعبه. هنشوف السؤال الجاي الشقي هيبقى صعب ولا سهل. يساله لنا القرد. نسمع ونشوف. ما اسم الدوله التي عاصمتها الخرطوم؟ السودان ولا الصومال ولا موريتانيا؟ 30 ثانيه. صعب ولا سهل ده يا كرمينا؟ صعب شويه. صعب شويه. تعالوا نفكر، بنتكلم على دوله او الدولة اللي عاصمتها الخرطوم. العاصمة الخرطوم، الدولة اسمها ايه؟ السودان ولا الصومال ولا موريتانيا؟ نفكر بالراحة، عندنا فرصة لسه في وقت كويس. يا دولة السودان جنوب مصر. قريبة من مصر كده. السودان. السودان، صومال، موريتانيا، السودان. السودان. أقرب حاجة السودان صح؟ السودان عاصمتها الخرطوم، إجابتك صح. تعالوا سؤال جامد قوي. برافو يا كابتن ساترة. شاطره يا كرمينا. كرمينا ماشيين كويس قوي. واثقين من نفسنا، لسه ابتسامتنا جميله حلوه. يلا نشوف سؤالنا الرابع ليك هيكون ايه. سؤالنا الرابع هيتسالوا لنا الطويله بتاعتنا الزرافه. يلا نشوف نسمع الزرافه تقول ايه لكرمينا. مين يعرف اسم البلد اللي بيرتدي فيها النساء الكيمونو؟ الصومال ولا اليابان ولا الهند؟ 30 ثانيه. سهل يا كرمينا بس نفكر. انا اسال سؤال، هو ايه الكيمون ده؟ الكيمونو ده زي او لبس، اسم زي قومي لبلد من البلاد. من البلاد بالظبط، لبس معروف جدا عند بلد معينه كيمونو. طب بصي حتى الاسم كده شكله غريب. الاسم ده ممكن يبقى بتاع الصومال ولا اليابان الهند. ولا الهند؟ لا الهند. فكر كويس، لسه عندنا وقت. الهند. الصومال ولا اليابان ولا الهند؟ اسمه كومان. كيمونو. 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 الهند. الهند. اخر اجابه؟ لا اليابان.
اخر اجابه امسك في اليابان. اليابان ماشي. قالت اليابان بعد ما كانت قايله الهند كتير قوي قوي قوي، لكن في الاخر الاثنين اليابان، واجابه اليابان صح. تعالوا نجيب جامد قوي، برافو. هاي ماشيه كويس خالص، وصلت معانا طبعا ووصلتنا بسرعه معاها هي كمان كرمينا شاطره لسؤال الاسد، سؤال اخر سؤال في المجموعه واخر تحدي لينا معاك يا كرمينا. تجاوبيه صح تاخدي هديه من بابا نويل حلوه خالص، تجاوبيه غلط نتضايق شويه، بس برضه هننبسط احنا لعبنا معاكي وتسابقنا. يلا نشوف اخر سؤال في مجموعتنا هيكون ايه. كم عدد ارجل اربع كراسي؟ 8 ولا 12 ولا 16؟ 30 ثانية. سهل قوي، الكرسي فيه كام رجل؟ أربعة. أربعة، عندنا أربع كراسي يبقوا كام رجل؟ أربعة في أربعة في 16. 16، أربعة في أربعة. وجاوبتيها لنا وقلت لنا حسبتيها إزاي؟ لأن إجابتك مظبوطة طبعًا 100%. تعالى سبب جميل قوي كرمينا. مبروك مبروك. حبيبي كرمينا كسبت معانا طبعًا، تاخد النية بابا نويل طبعًا. مبروك. سعفولها مرة تانية. حلو خالص، اول واحده تلعب معانا النهارده بابا نويل، اول واحده كمان تكسب فرحتنا كرمينا شاطره. ودايما اسئله اخر سؤال بيكون فيه كده حساب، ممكن يكون بسيط لكن الحساب ساعات بيلخبط صحابنا في الوقت الصغير بتاعنا. بابا نويل كسبنا بس لسه عندنا فرص كتير. يلا نختار متسابق تاني. يلا بينا نسال معانا جديده معانا متسابق جديد. معانا مين؟ ماكاريوس عماد. اهلا ماكاريوس. سلام سلام جامد قوي، شجع ماكاريوس. قولوا هنتكلم في المايك. ابتسامتك جميله، عينيك فيها ذكاء كده، وشكلك هتاخد هديه زي كرمينا. ناوي؟ يلا مع انكل مايك اللي اختار رقم مجموعه. ماكاريوس اهلا بيك، مبسوطين قوي انت تلعب معانا النهارده على كرسي الفراولايه. مستعد؟ يلا بينا، عندنا 12 مجموعه اسئله يا ماكاريوس، كلها مجموعات اسئله مليانه اسئله كتير خالص. نختار منها رقم بس نبعد عن رقم 3 عشان كرمينا خدته. ما عدا رقم 3 تختار رقم كام؟ 2. صوت عالي في المايك. اتكلم في المايك. 2. رقم 2. يلا نشوف المجموعه الثانيه مع ماكاريوس اللي اختارها لنا. واول سؤال بتساله لنا اللي بتجري بسرعه في الميه اسمها يا اولاد ايه؟ سمكه. يلا نشوف السمكه تقول لك ايه. ثلاثين ثانية. عايزين نروح نسأل عم بشارة فينا. السؤال بيقول من أدوات النجار، من أدوات النجار الترمومتر ولا الخلاط ولا الشاكوش؟ الشاكوش. شاكوش من أدوات النجار صح، عشان بيدق على الخشب. إجابتك صح، تعالوا نسأل جامد قوي طبعا ماكاريوس، إجابته مظبوطة. بداية جميلة محمسة قوي يا ماكاريوس صح؟ متحمس؟ خالص. يلا نشوف سؤالنا الثاني بيسأله لنا أرنب. يلا نشوف ونسمع. يلا نسمع الأرنب بيقول لك إيه. إيه هي عملة فرنسا؟ الريال ولا اليورو ولا الين؟ 30 ثانية. عملة فرنسا، فرنسا بتتعامل بإيه؟ إحنا هنا في مصر بنتعامل بالجنيه، فرنسا بيتعاملوا بإيه بقى؟ بالريال ولا باليورو ولا بالين؟ باليورو. بصوت عالي يقول لي في المايك. باليورو. باليورو، قلت لي باليورو صح يا ماكاريوس؟ قلت لي ان فرنسا بتتعامل باليورو زيها زي اي دوله في اوروبا او معظم دول اوروبا صح كده؟ اجابتك صح، تعالوا نسقف جامد جدا طبعا، برافو. طبعا بنقول يا مايكل ان عمله فرنسا كانت لحد قبل ما يتعمل الاتحاد الاوروبي الفرنك الفرنسي. الفرنك الفرنسي. بعد تكوين الاتحاد الاوروبي بقت فيه عمله موحده اللي هي اليورو. هم فعلا 19 دوله يا بابا نويل، وغالي قوي، عدى ال 20 جنيه. 19 دوله منضمين للاتحاد الاوروبي وبيتعاملوا بعمله اليورو، وفرنسا من ضمن ال 19 دوله دول. برافو عليك يا ماكاريوس، اجابتك مظبوطه. ويلا ندخل على السؤال الثالث. الثالث ده شقي قوي، اسمه ايه اللي بيطلع فوق الشجر ده؟ اسمه قرد صح، شقي. يلا نشوف نسمع القرد يقول لك ايه. نسمع. ما اسم صوت البطه؟ خوار ولا بطبطه ولا نقنقه؟ بطبطه. صوت عالي في المايك يا ماكاريوس. بطبطه. كلمني بصوت عالي في المايك، انا مش بسمعك من غير مايك. بطبطه. بطبطه. قال صوت البط هي البطبطه. بس هو قال مطبطه. بطبطه. ايه؟ بطبطه. في المايك.
بطبطة. ايوه كده بطبطة. اجابة صح. حلوة يا محمد عزام. جميل قوي مكاريوس. ودانا مكاريوس لاخر سؤالين في المجموعة. شاطر قوي وماشي بسرعة قوي يا بابا نويل، مش لاحقينه. لكن فاضل لنا سؤالين يا رب يجاوبهم صح. سؤالنا قبل الاخير الطويلة اللي بتاعتنا اللي بتساله لنا اسمها ايه يا مكاريوس؟ صوت عالي. الزرافة. اسمها ايه؟ الزرافة. اسمها الزرافة. احنا بنتكلم في المايك ها، وقلنا الزرافة. يلا نشوف الزرافة هتقول لك ايه. في اي مدينة بتوجد ساعة بيج بن؟ في ألمانيا ولا في واشنطن ولا في لندن؟ 30 ثانية. ساعة بيج بن، عارفين ساعة بيج بن موجودة فين؟ بيقولوا لنا ساعة بيج بن موجودة في ألمانيا ولا في واشنطن ولا في لندن. ساعة مشهورة قوي اسمها مش سامعك. لندن. قلت لي لندن، يبقى ساعة بيج بن موجودة في لندن. ده اللي مكان يسأله لنا. مين عارف الإجابة دي؟ ناس كلها مش عارفه، كله متردد. بس مكان يسأل لندن، وي لندن اجابه مظبوطه. برافو مكاريوس. في اسد بيسال عليك على باب المدرسه، ندخله؟ لا. طب ما هو لو ما خدتش السؤال اللي عنده مش هتكسب. لا خليه يدخل. خليه يدخل يا عم المايك. يلا بينا. يلا مكاريوس، وصلنا لاخر سؤال معانا. انا عايزك ترفع المايك كده، دايما كل حاجه تقولها في المايك. اخر سؤال ليك يا مكاريوس معانا، وزي مع بابا نويل كده حذرك الاسد اللي داخل علينا ده، هو ده اللي هيسالنا اخر سؤال، اصعب سؤال، اخر تحدي لينا معاك النهارده. يلا نشوف نسمع الاسد هيقول لك ايه. دخلوا الاسد. كم اجمالي عدد لاعبي فريق كره القدم؟ ولو جمعناهم زائد 20 يدونا كام؟ 30 ولا 31 ولا 32؟ 30 ثانية. مين بيلعب كرة قدم؟ تلعب كرة قدم مكاريوس؟ كام لعيب في فريق كرة القدم؟ ده سؤالنا. هنضرب الرقم ده أو هنزود عليه 20 هيدينا كام؟ يدينا 30 ولا 31 ولا 32؟ لو عرفنا عدد اللعيبة في فريق كرة القدم هنعرف الإجابة. عندنا 30 31 32 المايك. بصوت عالي. مش 31. 31 مكاريوس. مش عايز تكلمني في المايك ليه؟ قلت لي كام بصوت عالي؟ 31. 31 قال لي 31. احنا سؤالنا زي ما قلنا هو عدد فريق لاعبي كرة القدم، ودي اللي ممكن صحابنا يبقوا بيتفرجوا على ماتشات كتير قوي بس مش عارفينها. عايزين نقول ان هم 10 لاعبين زائد الجون، جول كيبر صح؟ اللي هو الشخص اللي بيقف في الجون ده. يبقى كده احنا عندنا 11 لعيب في كل فريق، هنزود عليهم 20. 11 زائد 20 ب 31. إجابة مظبوطة. حسام جامد قوي مكاريوس، إجابة صح طبعا. ناس هدية. برافو عليك يا مكاريوس. أنا عندنا فايزين حلوين خالص. أنا كده منبسط خالص. شاطر خالص مكاريوس. كسب. مخليني عايزين نشوف موهبة من المواهب اللي معانا. إيه رأيك؟ ولا نلعب لعبة يا بابا نويل؟ لا نشوف الموهبة الأول. ايه رأيك بقى؟ ماشي. عايز اسمع ترنيمة جميلة خالص. عارف مين اللي معانا وهترنم؟ جوفاني جورج. جوفاني تعالوا سقفله جامد قوي. شجعه. جوفاني هيرنم لنا. برافو عليك وكله شاطر. ازيك يا جوفاني؟ انت سمعت عنك في المدرسة انك مرنم شاطر خالص وصوتك جميل. تعالوا سوا نسمع جوفاني. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد هلمس هود بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد هلمس هود بتوبك. انا هلمس هود بتوبك. برافو. سقفوا له قوي. جوفاني. ايه الصوت الجميل ده يا جوفاني؟ شاطر خالص. برافو عليك.
حاجه جميله قوي. الموهبه ده شيء جميل، انا بحب واضحه بقى، دي موهبه واضحه كده حلوه قوي، ننميها ونكبرها. شاطر جفاني خالص، خلي بالك عندنا مواهب يعني الرياضه كمان فيها موهبة. ما تيجي نلعب؟ يلا بقى نلعب. اه نلعب رياضه بقى، الرياضه هي الموهبين في الرياضه. ماشي طبعا، اهم حاجه في الحياه. يلا هنلعب ايه يا مايك؟ نشط كده ونفرح ونلعب كتير. هنختار اتنين يتنافسوا في لعبه رياضيه. نلعب كوره بقى، نلعب كوره يا عم شارع. النهارده نلعب كمان كوره يد بقى، نقلب نقلب شوط كده بنالتيات. معانا روماني ناشد. فين روماني؟ اهو روماني، تعالوا نسقفله جامد ونشجعله. روماني هيتنافس معاه يوستينا فريد، سقفوا لها. حلو قوي، معانا روماني ومعانا يوستينا، اهلا بيكم. شطار خالص، عندنا روماني وعندنا يوستينا، دول اللي هيتنافسوا معانا يا بابا نويل. آه. احنا النهارده هنلعب كور. مين عارف لعبه الكور؟ نشرحها بسرعه لاصحابنا. عندنا شايفين الجون اللي هناك ده؟ كل واحد فينا ليه فرصه ان هو يشوط خمس كور في الجون، اللي هيجيب كور اكتر هو اللي يكسب. واحد هيشوط والتاني هيقف جون وهنبدل. موافقين؟ جاهزين؟ مين هيبتدي؟ يلا بينا على الملعب. شوط؟ يلا نشوط، يلا نقف جون بسرعه يا جفاني. اقف جون يا روماني. هات لنا كوره هنا، هات لنا كوره هنا. برافو عليكي. يلا تعالي بسرعه نقف هنا عند ال عند الفانوس الجميل ده. لا لا، هنشوط بايدينا بايدينا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. انت جاهزه؟ جاهزه؟ يلا بينا هنبتدي يا بابا نويل. يلا نبتدي. يلا بينا. الكرة الأولى. أوه متعجلة. برافو عليها، شاطرة. يلا اديها الكرة تاني، عندنا لسه خمس كور. تعالى ارجع هنا تاني. يلا الكرة التانية. أوبا برافو. الكرة التانية كمان دخلت جول يا جماعة. كده اتنين. اتنين باتنين. لسه صفر. اه اتنين من اتنين. يلا بينا نكمل، دي الكرة التالتة. جاهزة؟ يلا بينا شوت. أوبا. كمان دخلت ثلاثة فيهم، ثلاثة. ايه الشطارة دي؟ يلا يلا فاضلنا كورتين، ركز. يلا اتفضلي شوتي. برافو. معلش كوره ما دخلتش اهي الرابعه. فاضل الكوره، هنعمل ايه فيها؟ الكوره الاخيره دي هنجيب. شاطر. خمسه فيهم ثلاثه. نبدل نبدل. يلا يا روماني. جبنا روماني، احنا كده جبنا ثلاث تجوان، لازم نجيب ثلاثه او اكتر. ركز يلا بينا. يلا يا روماني الكوره الاولى. دي طول العرضة. ارجع ارجع مكانك تاني بسرعة، هنجيب الكرة. استنى روماني، اقف اقف كويس. ايوه يلا يا روماني. يلا بيشوط. جول. هدف 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 هدف. ماشي جبنا جول كده، واحد من اثنين. اثنين فيهم واحد. يلا. سجل هدف. برافو تاني. برافو عليك. ثلاثة فيهم اثنين. ثلاثة فيهم اثنين. يلا. دي طلعت بره. أربعة فيهم لسه ثلاثة. فيهم اثنين. الكرة دي فيهم اثنين. لو جابها الكرة دي لو جبناها نتعادل. جول. برافو روماني. احنا اتعادلنا؟ اتعادلنا صح؟ جبت كام جون؟ جبت ثلاثة واحنا جبنا ثلاثة، يبقى كده اتعادلنا. نشوط كورة وكورة. يلا بسرعة، تعالي 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 انتي. يلا اقف جول يا روماني. يلا 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 احنا جاهزين. يلا بينا اتفضلي. جون تاني بسرعة. يلا بسرعة نبدل، احنا بنلعب جون وجون عشان نفصل مين الكسبان. بالراحة بالراحة بالراحة، عايزين نهدى عشان ما نخسرش. يلا يا روماني. برافو. دي اسمك ايه؟ يوستينا. يوستينا. مبروك يوستينا يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. تعالوا شجع جامد يا يوستينا. اللعب جميل قوي يا بابا نويل، حماسي قوي كده وبيحمس كل الناس، مش بس اللي بيلعبوا، حتى بتهيألي كل اصحابنا اللي قاعدين. انا كنت حاسس كاني بلعب معاهم، عشان كده تعبت وعايز اريح شويه بقى. تعالوا نطلع فاصل صغير حبايبي ونرجع تاني.
حبايبي الحلوين من الفاصل ما زلنا وسط أطفال جمال خالص خالص في مدرسة ماري مرقص الخاصة بالزيتون. أنكل مايكل أنا عايز حد تاني يكسب. ونويل لسه عندنا فرصة كبيرة لكل أصحابنا اللي قاعدين معانا وكلهم عايزين يلعبوا وكلهم عايزين يكسبوا. يلا ناخد متسابق جديد ومسابقة جديدة. معانا كيرولوس عماد. أهلا كيرولوس، سقفوا له. كيرولوس قوي قوي قوي، شجعه، برافو عليكم. كلامنا كله في المايك، اقعد. كيرولوس مصحصح جاهز متنكر بس يا بونون متنكر. ما تيجي تخلينا كده عشان تبقى الله شوف كده عمور. يلا مع انكل مايكل اختار رقم مجموعه وخلي ردودك كلها في المايك. يلا بينا. ازيك عامل ايه؟ كويس. انت كويس؟ هتكلمني في المايك ولا هتكلمني بعيد عن المايك؟ المايك. في المايك. طب قول لي انت كويس؟ انت كويس. يلا بينا، عندنا مجموعات كتير قوي كروس الاسئله، عندنا 12 مجموعه اسئله، كل مجموعه فيها اسئله كتير خالص. في مجموعات بتاخد زي 2 و3، اي مجموعه تانية تختارها لي ما عدا 2 و3. تختار رقم كام؟ 4. 4 حلو خالص. المجموعه الرابعه لسه ما كانش حد خدها، المجموعه الرابعه خدها كرولوس دلوقتي ومليانه اسئله وفيها 5 اسئله. فيها كام سؤال؟ 5. 5 تعال نشوف السؤال الاول هيتسال لنا من السمكه، هي اللي بتسال اول سؤال صح. يلا شوفوا نسمع السمكه هتقول لك ايه يا كرولوس. السؤال اللي بنبتدي بيه كده المسابقه بتاعتنا يا كرولوس، يوليو، شهر يوليو ده شهر رقم كام في السنه الميلاديه؟ الشهر الاول ولا الشهر السابع والسادس ولا الخامس؟ الاختيارات بتاعتنا السابع والسادس والخامس. يوليو تيجي نحسب مع بعض حافظ الشهور الميلاديه ولا لا؟ تعال نقول مع بعض، يناير. لا بصوت عليه في المايك. يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو او يوليا. يبقى رقم 7. 7 طبعا الاجابه مظبوطه. تعالوا نسمع كام قوي اقوله لكرولوس. طبعا اجابتك صح، برافو يا كرولوس شاطر. حمس كده هتكسب. يلا عندنا ثقه. يلا نشوف سؤالنا الثاني اللي بيساله لنا الارنب بياكل جزر. نقطم كده الجزر. ها يلا نشوف الارنب هيقول لك ايه يا كرولوس. حد يعرف صوت الكلب اسمه ايه؟ نباح ولا نعيب ولا زئير؟ والوقت ابتدى. تعرف يا كرولوس صوت الكلب بيتقال عنه ايه؟ يتقال عنه نباح ويتقال عنه نعيب ويتقال عنه زئير. الكلب بيه نباح. نباح الكلب صح، ده صوت الكلب. اجابتك صح. تعالوا نسمع جامد قوي لكرولوس. اجابتك صح طبعا، برافو عليك. شاطر كرولوس ما ترددتش. طبعا اجابه صح، الكلب نباح. يلا نروح نشوف بسرعه سؤالنا الثالث، والثالث ده شقي قوي بنخاف منه عشان شقاوته دي، واسمه القرد. تعال نسمع ونشوف القرد هيقول لك ايه. يلا بينا. المكون الرئيسي في صناعة الزجاج، إيدي ولا الرمل ولا السمغ؟ 30 الرمل. ثانية. صناعة الزجاج في حاجة رئيسية في الصناعة دي بنستخدمها، هل هو الدقيق ولا الرمل ولا الصمغ؟ الصمغ. ثاني، الدقيق ولا الرمل ولا الصمغ؟ الصمغ. إجابة أخيرة. ثالث. الرمل ولا الدقيق ولا الصمغ قلت؟ الرمل. اخر اجابه خالص الرمل. متاكد؟ ها قلنا الرمل بعد ما قلنا صمغ مرتين يا بابا نويل، لكن الثالثه كانت الرمل، والرمل هي الاجابه المظبوطه طبعا. برافو جامد قوي طبعا، برافو عليك. صنع من الرمل مكون رئيسي يا اولاد من صناعه الزجاج هو الرمل. لازم تبقوا عارفين المعلومه دي موجوده في الصناعه، ودي حاجه مهمه وضروريه خالص. نوع معين طبعا من الرمل مش اي نوع. برافو عليك شاطر خالص، برافو يا كرولوس. وصلنا للسؤال الرابع والطويله بتاعتنا اللي تسالنا السؤال الرابع اسمها زرافة. زرافه. زرافه، برافو عليك. هنشوف نسمع الزرافه هتقول لك ايه. الجيولوجيا هو علم ايه؟ المناخ والتضاريس ولا اللغويات ولا طبقات الارض؟ 30 ثانية. الجيولوجيا هو علم، ها في مادة اسمها الجيولوجيا كده ما نكبر إن شاء الله ناخدها. الجيولوجيا ده هو علم إيه؟ المناخ والتضاريس ولا اللغويات ولا طبقات الأرض؟ يعني نقعد نتعلم فيها طبقات الأرض عبارة عن إيه؟ المناخ. الجيولوجيا المناخ
والتضاريس ولا اللغويات ولا طبقات الأرض؟ آخر إجابة تقول لي يا كرولوس هي إيه؟ الجيولوجيا علم إيه؟ بتعلم فيها إيه؟ بتعلم المناخ والتضاريس اللغويات طبقات الأرض. يلا بسرعة عشان وقتنا الوقت بيخلص. طبقات الأرض. طبقات الأرض كانت إجابة كرولوس الأخيرة قبل ما وقتنا يخلص، والجيولوجيا هو علم طبقات الأرض. إجابة مضبوطة. بشكرك يا كرولوس، جاوبتنا في آخر لحظة بس إجابتك صح طبعا. لازم نبقى عارفينها وما نكبر هنعرفها ونتأكد منها، لأن ده مادة هناخدها الحقيقة في المدرسة لما نكبر شوية في مرحلة ثانوي. يلا ونشوف آخر سؤال في مجموعتنا اللي كرولوس وصل لنا دلوقتي ليه. دلوقتي خدنا آخر سؤال وأصعب سؤال، التحدي الأخير مع الأسد. نسمع ونشوف الأسد هيقولك إيه. يلا بينا. كم عدد الزوايا في 3 مربعات؟ يدونا كام؟ 12 زاوية ولا 8 زوايا ولا 6 زوايا؟ 30 ثانية. السؤال مش صعب، يخبط شوية. احنا عندنا مربع، المربع فيه كام زاوية؟ المربع فيه 4 زوايا. حلو خالص، يبقى احنا كده عندنا الإجابة الأولى. عندنا بقى 3 مربعات يكون فيهم كام؟ 4 و4 و4 صح؟ صح؟ أنت قلت إيه؟ قلت؟ قال 12. بصوت عالي تاني، قولي بصوت عالي. 12. يبقى احنا قلنا 4 زوايا في كل مربع، واحنا عندنا 3 مربعات، يبقى 4 زائد 4 زائد 4 او 4 في 3 هيدينا 12. اجابتك صح. تعالوا نسمع جامد قوي. برافو معانا تاني. برافو عليك يا كرولوس. 12. مش محتاجين نروح للاختيارات، مش محتاجين نعرف اي حاجه تسهل لنا الاجابه، لان احنا عارفين الاجابه، متاكدين منها يا كرولوس. عارفين المربع فيه 4 زوايا، 3 مربعات يدينا 12. اجابتك صح. يلا ناخد جايزه من بابا نويل كبيره خالص، ونقول لك مبروك تاني. مبروك يا حبيبي. سقفوا له سقف جامد قوي 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 لكرولوس. ولد شاطر خالص، هايل يا بابا نويل. بس معانا بنوته شاطره قوي، مش بس في المعلومات، فنانه يا مايكل، بترسم. الله، برسومات جميلة خالص. اتفرج بقى على أعمالها. تعالى سوا نتفرج على موهبة كارين سامي. سقفولها. سقف قوي قوي كارين. كارين عرفينا على نفسك، سنك كام سنة بقى وفي سنة كام؟ أنا اسمي كارين سامي، عندي 11 سنة. سنة كام في المدرسة؟ سنة 5. حلو خالص. بترسمي من زمان؟ هتفرجينا على أعمال فنية جميلة؟ تعالوا سوا نتفرج على موهبة كارين سامي. اشرحي لنا بقى ده ايه؟ ده كان كل واحد عنده حتة أرض وعايز يبنيها زي ما هو عايز، فأنا رسمت زي ما أنا عايزة. هايل خالص، هايل. ايه تاني؟ الأهرامات. ودي آثار مصر. آثار مصر، ومن أهمها طبعاً معجزة من معجزات الدنيا السبع اللي هو الأهرامات في الجيزة. وده ايه؟ ودي رسمة الغروب، البحر والسماء والشمس لما تكون خلاص هتغرب. خلاص بتغطس في البحر. صح؟ ايه تاني؟ الله. وده طبق فواكه وعنب وموز وايه تاني؟ وبطيخة. دي الكبيرة دي بطيخة؟ هايل خالص موهبة كارين انكل مايكل. تعالوا نسقف لها كلنا. داوي كارين ونشجعها. برافو عليك يا كارين، ميرسي خالص. بصراحة يعني الموهبة زي ما قلنا شيء جميل، والحلقات هنا في المدرسة شيء جميل، لأن أطفال كلهم زي العسل، بس للأسف الوقت الحلو بيجري بسرعة يا أنكل مايك. وقتنا جميل فعلا انتهى يا بابا نويل، بس أنا فارق معايا قوي النهاردة قبل ما نختم الحلقة نقول مين اللي كسب معانا النهاردة في المسابقة. الحقيقة كسب معانا 3، كسبت معانا كرمينا وماكاريوس وكرولوس. ألف مبروك لكرمينا وماكاريوس وكرولوس، ومستنيين نبارك لكم حبايبي اللي بتتفرجوا علينا في البيوت. لو جاوبتوا على سؤال حدوتة النهاردة، والسؤال بيقول ما الذي جعل سالي تنجح في لعبة الشطرنج؟ ورقة
قلم نكتب الإجابة الصحيحة، ظرف نحطها في الظرف، نبعتها على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج بابا نويل في الكريسماس. حبايبي عندنا كمان صفحتنا على الفيسبوك، عندنا الإيميل بتاعنا، أرجوكوا نحب دايما نبقى متواصلين. الوقت خلص عن كده. بابا نويل فرحنا قوي قوي حقيقة في الحلقات المميزة المختلفة اللي النهاردة قضيناها مع بابا نويل في مدرسة ماري مرقص الخاصة بالزيتون، مع الأطفال الجمال الحلوين تعرفنا عليهم وحبيناهم وهم كمان حبونا، بيتهيألي فرحنا وقضينا وقت جميل في أسئلة ومسابقات، لكن دلوقتي للأسف وقتنا خلص. عشان كده بابا نويل يفرحنا كالعادة ويدينا بونبوني كلنا، هم قاعدين في أماكنهم هوزع عليهم بسرعة. بابا نويل هيقوم ويديكوا كل واحد في مكانه، نقول الأول إيه؟ في البيوت إيه؟ باي باي, باي. Crashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. اسمعكم في الكتاب بس يلا نقوم يلا نقوم يلا كل يوم وانت في مكان كلنا هوا اهو. لا 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 خلاص كده كلنا بقى نجري بقى بسرعه على بابا نويل نهجم عليه. يلا بينا نهجم على بابا نويل.